حشد الشعبي العراقي النفير العام ضد القواعد الأمريكية متواعدة بالرد على القصف الأمريكي الذي طال مواقع لها في العراق وسوريا. وقالت كتائب سيد الشهداء إنه من الآن فصاعدا ستذهب مع الاحتلال الأمريكي إلى الحرب المفتوحة، وأولها استهداف طائراتهم المعادية في سماء العراق. وعزت الكتائب في بيان شهدائها الأربعة الذين سقطوا في العدوان الأمريكي، واعتبرت حركة الصادقون الجريمة الأمريكية الغادرة بقصف رجال الحشد في القائم دليلا دامغا على أن سياسة واشنطن العدوانية لا تتغير أبدا ولا علاج لها سوى القوة الرادعة. فيما قال النائب فالح الخزعلي إن الأمريكيين لا يؤمنوا إلا بلغة القوة، ويجب أن تمرغ أنوفهم بالوحل، هم وعملاؤهم وجرائمهم في العراق. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مدير مكتب قناة العالم هناك نفيد بهروز. مرحبا بك نفيد، وما هي المعلومات حول هذا الاستهداف الأمريكي للحدود العراقية السورية؟ نعم، صباح الخير، تحية لك والمشاهدي قناة العالم الفضائية الكرام. طبعا هذا الهجوم وهو الأول من نوعه بعد تولي بايدن رئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقع فجر اليوم عند الساعة 2 صباحا فجرا. المنطقة هي في منطقة القائم، أي داخل الحدود العراقية ضمن محافظة الأنبار، والاستهداف المستهدف هو اللواء 14 التابع للحشد الشعبي، وهو اللواء رسمي تابع للحشد الشعبي ضمن كفاءة سيد الشهداء. الهجوم أدى والذي جاء بقصف جوي أمريكي، تقول المصادر أنه تم أيضا ضمن إرعاع جوي تم في الأجواء العراقية. تم استهداف مواقع للواء 14 في القائم، وأدى لاستشهاد 4 أشخاص من هذا اللواء. حاليا يتم نقل الشهداء الى بغداد. نفيد، هل هناك معلومات دقيقه حول عدد الشهداء والجرحى؟ البيان الرسمي لكتائب سيد الشهداء يشير الى سقوط 4 شهداء حتى هذه اللحظه، وهناك جرحى ايضا العديد من الجرحى. طبعا البيان ايضا يشير بان الموقع المستهدف، وخلاف لما قالته الولايات المتحده الامريكيه والبنتاغون بانه موقع لتخزين الأسلحة وما إلى ذلك، الموقع هو عبارة عن أسلحة خفيفة وأسلحة دفاعية التي تستهدف تسلل عناصر داعش الإرهابية في هذه المنطقة الحدودية الواقعة عند الحدود السورية العراقية. وهذا أيضا بطبيعة الحال نوعا